السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا امبارح كنت في رحلة حلوة قوي في البيراميدز. بيراميدز ايه ده؟ انتوا مش عارفين يعني ايه بيراميدز؟ طبعا بيراميدز يعني الاهرامات. at the pyramids يعني في الاهرامات. يلا يا ريتال قولي ورايا، يلا يا ريتال انت ومعاذ قولي ورايا. At the pyramids. At the pyramids. عمر ومحمد وهالة يلا قولوا ورايا. At the pyramids يعني في الأهرامات. طيب أنا شفت إيه بقى في الأهرامات؟ شفت كامل 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 يعني جمل. كامل كامل كامل. وشفت ايه تاني؟ كوين 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 يعني ملكة. ايوه شفت كوين يعني ملكة، ومحدش يضحك عليا. سامعين ولا مش سامعين؟ ده انا جاي لكم النهاردة لوحدي، اختي فرفوشة مش جاية معايا النهاردة. كنت هتيجي النهاردة اختي فرفوشة بس ما كانتش. انا قلت انا نعنوشة اجي لوحدي وفرفوشة هتيجي المرة الجاية لوحدها. ماشي. المهم يا حبايبي بقى احنا كنا فين وبنقول ايه؟ بنقول ان احنا بنروح البيراميدز. انا رحت البيراميدز، اتفقنا كده؟ اتفقنا. طيب حد بيروح في حتة تانية غير البيراميدز؟ ها؟ ايوه انت رحت فين يا محمد؟ لوكسور؟ الله حلوة قوي لوكسور يا محمد. طب وانت يا نادين رحتي فين؟ الكسندريا؟ اسكندرية جميلة قوي والبحر بتاعها حلو قوي قوي قوي. ماشي. الله هو في حد عندكو هنا من اسوان؟ ايه ده انت يا عمر من اسوان؟ طيب ماشي انا عايزاكو تبقوا شاطرين بقى مع ميسس حنين. ها بس محدش يقول لها الله يخليكوا ان انا رحت البيراميدز، اصلا انا بصراحة ما عملتش الهوم ورك بتاعها. عملتش اللي هو مورك بتاعه ومش عايزه اقول لها ان انا ما روحت البيراميدز وكده، هتقعد تزعق لي ومش هتخليني اجي معاها البرامج تاني. ايه ده؟ اوعى تفتن عليا وتقول لها انا حاسه ان انت هتقول لها لا. طب باي باي بقى، اروح اعمل الهوم ورك بتاع المره اللي فاتت. باي باي. اهلا بيكم يا اصحابي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ هي نعنوشه جات لكم ولا لسه ما جاتش؟ جت؟ قالت لكم انها كانت فين يا حبايبي؟ في البيراميدز. طيب ماشي، علشان نعنوشة مش هتيجي معانا البرنامج تاني عشان مش شاطره ومش بتسمع الكلام ومش بتذاكر الهوم ورك بتاعها، وانا دلوقتي هعاقبها وهخلي فرفوشة اختها هي اللي تبقى موجوده معانا في البرامج بتاعتنا. والمهم انتوا عاملين ايه؟ وحشتوني كتير خالص خالص. بصوا بقى حبايبي الحلوين اللي ذاكروا معايا ومتابعين البرامج بتاعت ميسس حنين، هقول الاسامي بتاعتهم دلوقتي، وانا بحبهم كلهم. شيماء ومريم ويوسف وبسمله ومحمد وسما وادم وكرولوس، ساره، سليم، موسى، رودينا، ادم، حنين ورفان ولوجين، وابراهيم وسما وسيف وخديجه وعائشه وسلسبيل وإياد ولوجين ونوادر ونور وجنى وريتال وعمر ومحمد وهالة ومودي وسيف ومعاذ وحسن وحنين. كل حبايب قلبي دول كل يوم بيقعدوا يستنوا البرامج بتاعت ميسس حنين ويقعدوا يذاكروا مع ميسس حنين. وتعالوا النهاردة لما نشوف في حد فيكم راح قبل كده رحلة؟ انت رحت فين؟ بتقول ايه يا معاذ؟ رحت فين؟ اسوان؟ الله اسوان حلوة قوي قوي قوي. على فكرة انتوا عارفين انا بحب اروح فين؟ بحب اروح الكسندريا اسكندرية. بام 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 بام، وعوم بقى وعيش حياتي وكده. الكسندريا اما اكون في اسكندرية تبقوا تيجوا تقعدوا معايا. الكسندريا الكسندريا يعني في اسكندرية. تمام. الاستاذة نعنوشة سابت الهوم ورك بتاعها وراحت فين؟ بيراميدز 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 يعني الاهرامات. تمام.
نعنوشة سابت الهوم وورك والمذاكرة بتاعتها وراحت الأهرامات، وعشان كده أنا مش هكلمها على فكرة. تمام؟ راحت بيراميدز. حد فيكو عارف البيراميدز ديت شكلها ايه؟ حد فيكو راح البيراميدز قبل كده؟ احنا عندنا كام بيراميد شفتوهم؟ انا شفت 3، اللي انا شفته يعني شفت 3 بيراميدز، وشفت بيراميد كده لوحده، ده اللي انا شفته لما رحت. حد شاف حاجة تانية هناك؟ انا شفت ابو الهول برضو، شفت سفينكس اللي هو اللي عامل كده، ده اللي قاعد كده عامل زي الاسد، ده هو ده اسمه سفينكس يعني ابو الهول. شفتوا ايه تاني؟ انا عن نفسي انا شفت كوين اند كينج، يعني شفت الملوك بقى، ملكة، وشفت الملك بتاعها وكده. تمام؟ تعالوا بقى لما نشوف في البيراميدز، في البيراميدز هنلاقي الحاجات اللي احنا لسه بنقول عليها دلوقتي. اصحى يا زنقولة، انتوا نايمين ليه؟ اصحى يلا، خلينا نذكر البيراميدز ولا ما نذكرهاش، ولا تشوف هنعمل فيها ولا نرميها ولا نعمل فيها ايه. اصحى وعسى شوية. صحيتوا ولا لسه؟ At the pyramids يعني في الأهرامات. At the pyramids، لو سمحت يا مامي من فضلك سيبيهم خليهم يذاكروا. At the pyramids يعني في الأهرامات. Camel يعني جمل. هو الكامل ده بيبقى big ولا small؟ صغنن يعني. انا حبيبي مش بقصد الكامل الصغنن اللي بتلعب بيه، انا اقصد الكامل اللي بنركبه. وانا هركب ده بيبقى big. The camel is big يعني الكامل الجمل كبير. تمام؟ ايه تاني؟ sorry. The ant is small يعني النملة صغننة. اوعى حد يدوس عليها، النملة صغننة. The ant is small. اوكي. Camel يعني جمل. King ملك. King Queen ملكة. Queen Stone اللي هو الصخرة. Stone Pyramid يعني هرم من الأهرامات اللي احنا قلنا عليها. Pyramid Key يعني مفتاح. Key مفتاح، المفتاح هناك بعيد مش عارفة اجيبه. Key Sphinx. البي اتش يا سنة أولى بتتنطق ف ف ف. اوكي. سفينكس يعني ابو الهول، عارفينه. بيج يعني كبير. سمول يعني صغير. نقول الكلمات دي تاني يا سنة أولى. كامل كينج Queen Stone Pyramid Key Sphinx Big Small تمام. بصوا بقى يا سنة أولى يا حبايب، قال لي في حتة كده صغنطوطة، عايزاكم تبرقوا عينكم كده وتفتحوا ودانكم. اسمعوني، بصوا بقى هنعمل ايه. في عندي letter K. How to pronounce the letter K؟ مش مهم يعني، يعني ازاي ننطق حرف الكي؟ مش مشكلة اللي انا قلته ده. ازاي نعرف ننطق حرف الكي؟ انا اقوله واصحوا كده وفوقوا ظهركم ورا وانتوا بتتكلموا معايا، ظهرنا ورا. ايوه. ازاي نعرف ننطق حرف الكي؟ How to pronounce the letter K؟ K K K K like King K Key K K K. Okay. How to pronounce the letter Q؟ دايما حرف Q على فكرة بيجي ورا U. How to pronounce the letter Q؟ Q says K K K K
ازاي نعرف انت حرفك ايه وحرفك يو اوعوا تتلخبطوا فيه. عاوز اقول لكم على حاجه بس ما تقولوهاش لحد، تمام؟ انا بحب السفر ده قوي، بحب السفر قوي، بحب ان انا اسافر كتير 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 كتير، تمام؟ انا لما بحب اسافر بحب اسافر الكسندريا، لوكسور، اسوان، ماشي؟ انتوا بتحبوا تسافروا فين؟ طب يا ريت كل واحد يبقى يكتب لي تحت في الفيديو، يكتب لي اسمه ويكتب لي هو بيحب يسافر فين، بتحبوا تسافروا فين يا حبايبي؟ كل واحد بيحب يسافر مكان يقول يعني عشان ابقى عارف. خلاص، الاماكن اللي موجوده عندنا في الكتاب بتاعنا في البوك بتاعنا بورت سعيد، بورت سعيد، الكسندريا، الكسندريا حبيبتي بحبها، لوكسور، لوكسور، اسوان، اسوان، كايرو، كايرو. ايه ده، الحصه خلصت؟ الحصه خلصت خلاص. اقول لكم باي باي؟ طب بس قبل ما اقول لكم باي باي ممكن اقول كلمه صغيره؟ الناس اللي بتسال على الكورسات بتاعه حنين التعليميه للتاسيس في القراءه والكتابه موجوده عندنا في اماكن كتير، في الحوامديه، في حدائق القبه، والمهندسين، وفيصل، والمعادي، والان في 15 مايو وفي اكتوبر. اللي عايز يسال او يستفسر على كورسات حنين التعليميه ارجو التواصل على رقم الواتس اللي موجود في قلب الفيديو. باي باي.